تحية طيبة لكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. نستهلها بالمقاييس المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. بمراكش سجل 13 ملم، بخريبكة 11 ملم، بنقرير 9 ملم، الحسيمة 4 ملم، بني ملال، توريرت ووجدة 3 ملم، ملمترين بطنطان وملم واحد بمدينة فاس. هذا وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية خلال هذا المساء، ستتراوح سرعتها ما بين 70 و 90 كيلومترا في الساعة، وستهم سواحل الواجهة المتوسطية، المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، الأقاليم الجنوبية وبعض مناطق الأطلس. وفي صورة الساطل نلاحظ سحب كثيفة ممطرة بالمنطقة الشرقية وبشرق الواجهة المتوسطية وأيضا بالمناطق الأطلسية. أما غدا بمشيئة الله فالأجواء ستكون باردة مع تكون الصقيع أو جريحة محليا بالأطلس، بالريف، بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي. كما يتوقع نزول أمطار وزخات ستكون رعدية بطنجة، لوكوس، الريف وبالواجهة المتوسطية. أمطار متفرقة ستهم أيضا السهولة الشمالية، منطقة السايس، الأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية. هذا سيكون مصحوبا بتساقطات ثلجية بمرتفعات الريف والأطلس المتوسط. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 3 درجات تحت الصفر ببولمان، درجتين تحت الصفر بإفران، درجة واحدة ستسجل ببعرفة، 6 درجات مرتقبة بفيقيق، 4 درجات بوجدة والناظور، 8 درجات ستسجل بالحسيمة، 9 درجات بالعرائش، الرباط، دار البيضاء والجديدة. وخلال الظهيرة مرتقبة أو ستسجل 17 درجة بمدينة السعيدية، 15 درجة بالحسيمة ومليلية، 13 درجة ستسجل بكل من تطوان وسبتة، و11 درجة ستسجل بمدينة مكناس. بالمناطق الوسطى للمملكة الأجواء بإذن الله ستكون قليلة السحب إلى غائمة جزئيا. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 3 درجات بورزازات وميدلت، 4 درجات ستسجل بمدينة الراشدية، 6 درجات مرتقبة ببني ملال، 8 درجات ستسجل بمراكش وأكادير، و13 درجة بسيدي إفني. بعد الزوال مرتقبة نتاني وعشرون درجة بطاطا، وزقورة 20 درجة ستسجل بمدينة أرفود، وتسعة عشرة درجة ستسجل بأكادير، تارودانت وقليميم، 16 درجة بمدينة أسفي. شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة الأجواء بإذن الله ستكون مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 10 درجات بالزاق، سمارة والعيون، 13 درجة ستسجل بكل من بوجدور. وأما المقاييس العليا ستصل إلى 22 درجة بكل من العيون، بوجدور، قلت زمور، بكرع والسمارة، و18 درجة ستسجل بطنطن. وبأقصى الجنوب أجواء مستقرة عموما مع سماء غائمة جزئيا. درجات الحرارة الدنيا ستصل إلى 12 درجة ببر إنزران، 14 درجة بأوسرد، و15 درجة ستسجل بالدخلة والقويرة. خلال الظهيرة مرتقبة 25 درجة بأوسرد وبر إنزران، و23 درجة ستسجل بالقويرة. البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بسواحل الواجهة المتوسطية، وهائج إلى كثير الهيجان بشرق الحسيمة. سيكون قليل الهيجان إلى هائج بسواحل البغاز وأيضا بسواحل شمال المهدية، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المملكة. المد بمدينة الرباط في تمام السادسة صباحا وأربعين وثلاثين دقيقة، والسادسة مساء وثمانين وخمسين دقيقة، والجزر في تمام منتصف الليل واثنتين وعشرين دقيقة، وتمام منتصف النهار وثمانين وأربعين دقيقة. شروق الشمس على الساعة الثامنة ودقيقة واحدة، والغروب على الساعة السابعة وتسعة عشرة دقيقة. الأجواء خلال يوم الأحد بمشيئة الله أجواء جد باردة ستشهدها المناطق
المناطق الأطلسية، الريف، الشرق والجنوب الشرقي، مع تكون الصقيع أو الجريحة محليا. هذا ويرتقب نزول أمطار محليا بالشمال، بالوسط، بالأطلس وأيضا بالمنطقة الشرقية، مع تساقط الثلوج بمرتفعات الريف بالأطلس وبالهضاب العليا الشرقية. هذا وستبقى الأجواء غائمة إلى غاية يوم الجمعة المقبل، مع تساقطات مطرية بأغلب مناطق الشمال، كما يحتمل أن تهم تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية.